اهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه فظيعه مش هتصدقوا. معانا النهارده كيس جديد من لبس كتير جدا 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 لباربي. ايوه، لبس كتير قوي 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 لباربي. مين هنا ما بيحبش باربي؟ اكيد طبعا كلنا بنحبها. الله، هنفتح بقى الكيس كده مع بعض ونتفرج عليه ونشوف بقى يا ترى هنقيسه كل الباربي ونشوف بقى يا ترى ده عباره عن ايه، نقدر ان احنا نلعب بيه ازاي. اهو بص بقى، فتحت محتويات الكيس. اول حاجه في كيس معانا مليان جزم هيلز بقى كتيره جدا جدا، وهنا بقى كيس فيه لبس. ترى بقى الكيس ده عباره عن ايه؟ هنفتحه برده ونشوف. في 3 اكياس مره واحده. اوه، شكلها لبس كتير قوي قوي الباربي. اهو هنفتح بقى اول جزء معايا كده. يا هنا بقى في بنطلون، وهنا في برضو بنطلون تاني. الله، شفتوا شكله حلو ازاي البنطلون الفظيع ده؟ وهنا بقى برضو في تي شيرت كده الباربي. كل الحاجات دي هنجربها ونقيسها لها كمان ونشوف بقى يا ترى هيبقى ايه على قدها، عامل ازاي وشكله عامل ازاي عليها. اوكي، وهنا بقى كمان في طقم تاني شكله جامد قوي. هنفتحه بقى كده برضو من هنا. بصوا بقى عامل ازاي، برضو بنطلون شكله فظيع. هنلبسه الباربي. اهو شارلستون نزل على واسع، ده الظاهر طلعت موضة جديدة ان البنطلون يبقى نازل واسع تاني. ونشوف بقى هنقيشه تحتيه كمان الجزم ونشوف هيكون عامل عليها ازاي. اوه بصوا، التي شيرت دي نصها احمر ونصها اسود، شكلها برضو جامد جدا. اهي احنا كده بقى طلعنا كل المحتويات. هنفتح بقى الكيس التاني نشوف ترى بقى ايه المحتويات بتاعته. شفنا بقى ده كان فيه بنطلونات وتي شيرت، نشوف بقى ده يا ترى هيكون فيه ايه. اوه بصوا، ده فيه فساتين شكلها حلوة قوي. اه بصوا، فستان لونه ايه بقى؟ بينك بروبروق كده. بصوا شولدر واحد. الله، من تحت بقى برضو فيه كليتر كده، وهنا برضو بقى فستان لونه فاتي وعليه كده فيونكة لونها بينك، فيها لولي واحدة لولي. الله، وده طويل. ونشوف بقى ده عبارة عن ايه. واو، ده شكله يجنن. دريس لون اسود باربي نازل سادة خالص، اكيد ده هيكون تحفة عليها. بشعرها الاصفر مع هيلز طويلة ملونة هيبقى شكلها يجنن بيه. الله، بصوا هنجيب بقى باربي دلوقتي ونبتدي نقيس الهدوم اللي احنا فتحناها، وهنقيسها كمان البوت ونشوف هيبقى اللبس عامل ازاي عليها. واو، لا شكلها فعلا حلو قوي قوي قوي. دي ممكن تنفع جوب برضو، هنشوفها ونشوف الفساتين ونشوف الايه البنطلونات. هنفتح بقى الجزم كمان. اهو بصوا بقى شكلهم حلو ازاي، نحط كل اتنين مع بعض. اهو هنا ده الاحمر والتيركواز، وهنا ده الاخضر. الله، وهنا بقى ده الازرق والموف والابيض. شفتوا شكلهم حلوين ازاي؟ تبقى نقيسهم لباربي. هجيبها بقى والبسها بقى كل الاطقم الجديده، وهنشوف عليها الشوز. بصوا دي عليها ورد
وهنا بصوا بقى دي طويلة ازاي، بص الكعب بتاعها عامل ازاي، الله. وهنا بقى دي لونها ايه، احمر. وهنا بقى دي لونها تيركواز بوز. شكلهم كلهم حلوين جدا. هي بصوا باربي بقى هنا لبستها اول طقم، مش عارفه بقى لبسها ايه في رجليها. بصوا البنطلون نزل ساقط خالص، لابسه بقى عليه الايه التي شيرت. اوكي، ولما بقى شعرها لونه ايه، بني، شكلها حلو جدا عليها. ده اول طقم معانا. بصوا عملت ازاي بقى التي شيرت من ورا، شكلها صايع قوي، غير خالص الستايل بتاع الايه الفساتين وكده. لو احنا لو هي عايز تروح النادي هتقوم جايه لابسه الطقم ده. بصوا بقى شكله حلو ازاي عليها، على رجليها. اوه بصوا بقى الطقم التاني، الله ده يجنن. بصوا هنا بقى تي شيرت قصيرة خالص، وعليه بقى البنطلون الفظيع قوي ده. الله شفت شكلها حلو ازاي بالطقم الجديد بقى بالايه، وشعرها الاصفر لايق عليها قوي على الطقم اللي هي لابساه. اوكي كده احنا شفنا طقمين، فاضل لنا بقى برضو لسه الفساتين. هي بصوا باربي دي لابسه هنا الطقم ده، وباربي هنا البلوند لابسه الطقم التاني، كل واحده لايق عليها اللبس بتاعها. بصوا بقى هنا دي لبستها الفستان الاسود مع هيلز حمراء، والله شفت شكلها يجنن ازاي. مش قلتلكوا الفستان ده عجبني قوي، هي الشوز حمراء بقى فظيعه فيها ورد. ممكن تلبس بقى جاكيت لونه احمر تاخدها معاها وتقلعه بقى لما تروح هناك السهره بتاعتها، شكله يجنن. الفستان الاسود ده الصراحه اكتر فستان عجبني، ممكن اقلعها الشوز دي ولبسها شوز تانية موف مثلا، عشان الفستان الاسود ده بيليق عليه اي شوز. الله اوكي شفتوا حلوه ازاي عليها اهو. اديني بقى كده ايه، لو ظبطت لها الفستان بتاعها. وهنا بقى ده الفستان اللي هو لونه بينك، قيسته بقى الموديل تانية، شكله برضو حلو قوي قوي عليها. اوه بصوا شولدر واحد بس، ناحية كتف واحد، فمخليها مديها شكلها حلو جدا. وهنا بقى لبستها الايه الجزمة الخضراء الفوسفوريك، شفتوا حلو ازاي على الفستان، جديدة خالص. لا شكلها فعلا حلو جدا عليها. وهنا بقى الجزمة البيضة، كده احنا شفنا اربع اطقم لباربي، فاضل لنا لسه حبة. هنا بقى بصوا دي لبستها الفستان الفضي، واو شفت شكله حلو عليها ازاي، لا شكله فعلا يجنن عليها اللي فيه فيونكا البينك. ممكن نشوف بقى نلبسها اني جزمة في رجليها. الله ده شكله برضو جامد قوي 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 عليها. ادي كده بقى ايه خمسة باربيز كده لبستهم كل الاطقم اللي كانوا معانا، بالشوز بقى برضو عجبوني جدا جدا جدا. اتمنى يا صحابي ان هم يكونوا عجبوكوا لبس باربي اللي انا قايستهولهم، بالجزم بتاعتهم، بالفساتين، بالاطقم الخروج. قولي بقى اصحابي في الكومنتات ايه رايكم فيها. وطبعا انا قناه العاب الاطفال عشان اجيب لكم لعب تانية كتير قوي 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 الباربي. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي. وهستنى بقى الفوتنج بتاعكم، تقولوا لي اني اكتر واحده باربي عجبتكم من الشمال لليمين، تقولوا لي رقم واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم عشان نشوف اكتر باربي عجبتكم
في الستايلينج واللبس بتاعها والاطقم بتاعتها. هتوحشوني قوي 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 يا صحابي. باي باي.